هذا سائل يقول: لقد عظمت الفتنة بالمشروع المسمى السلام عليك يا رسول الله، يقول: ولا يزال يزار من كثير من الناس دون رادع، يقول: هل هذا من التعظيم المنهي عنه؟ هل رأيتموه مفتوحا؟ هو مغلق. هل رأيتموه فتح للناس؟ إذا كان أحد رآه لازم يكتب لسماحة المفتي عن هذا الأمر، وأنه مفتوح للناس ومغلق بأمر من دار الإفتاء. إذا كانوا فتحوه اللي يراه فتح يكتب. نعم.